بيكم مشاهدينا، بنجدد الصباح عليكم في صباح البلد فقرة جديدة. وانعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل بيبقى خبر صادم، بيبقى خبر غير متوقع ربما لمريضه، لأنه بطبيعة الحال بيأثر على قدرته على الإنجاب بشكل طبيعي. بيجي هنا المسح الميكروسكوبي للخصية كأحد أنجح الحلول وكمان أشهرها وأحدثها، لأنه في حلول تانية بتبقى تقليدية هنتكلم عنها برضو قديمة زي السحب بواسطة الإبرة مثلا أو عمليات أخرى بتتم. هنقرب أكتر من المسح الميكروسكوبي للخصية مع دكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. صباح الخير. بداية، هل في حاجة اسمها ممكن يبقى ما فيش حيوانات منوية خالص؟ يعني هل دي مشكلة موجودة؟ طبعا. نسبة كام كمان؟ المشكلة دي هي مشكلة للأسف ان هي ابتدت تنتشر وتظهر بشكل كبير جدا دلوقتي. يعني لو قلنا ان كل 8 رجالة ممكن نلاقي فيهم واحد ما عندوش حيوانات منوية، فدي نسبة كبيرة، نسبة مش قليلة. كمان يمكن احنا بنشوفها بشكل اكتر، يعني يمكن النسبة دي يمكن انا اقدر اقول ان هي ابتدت النسبة دي تتغير وترتفع لفوق. ليه؟ لان احنا لو اقول لحضرتك ان عيادات ومراكز الذكورة 50% من الحالات اللي بتتعالج فيها من تأخر الانجاب هي حالات انعدام حيوانات منوية. فهمتني؟ بس يعني نص الحالات اللي احنا بنشوفها هي حالات انعدام للحيوانات المنوية. وده مش في مصر بس، لا، يعني نص الحالات اللي احنا بنشوفها مثلا من كل الدول اللي بتجيلنا، سواء الدول من الخليج العربي او المغرب العربي او بلاد في افريقيا، نصها فعلا حالات انعدام حيوانات منوية، ومنتشر بشكل كبير جدا، وخصوصا يمكن نقول في العشر سنين اللي فاتوا لا نسبة اكبر وكتيرة جدا جدا جدا. يعني انا توقعت ان حضرتك تقول لي ده لا ما فيش حاجه اسمها كده، او النسبه بسيطه، او في تزايد، وفي تزايد شديد كمان، مش تزايد بسيط. طب وايه الاسباب اللي رصدتوها بالتالي يعني؟ طيب هقول لحضرتك، هي الفكره دلوقتي ان احنا لما بيجي لنا مريض انعدام حيوانات منويه احنا بنبتدي ندور على السبب المشكله. فالسبب بيكون ما بين حاجه من اتنين، يا اما سبب انسداد، او ان يكون في خلل وظيفي في الخصيه، يعني الخصيه نفسها هي اللي مش شغاله ايا كان سبب هي مش شغاله ليه. فبنبتدي رقم واحد لازم بناخد تاريخ مرضي من المريض، يعني هل عملت عمليات قبل كده، لان في بعض الناس يكون عمل عمليه مثلا يقول والله انا عملت فتاء قبل كده، عملت انزال خصيه قبل كده، فدي حاجات تقول لنا ان ده مريض ممكن يكون عنده سبب انسداد مثلا. لو عمل عمليات جراحيه في منطقه العانه او على الخصيتين ممكن يسببوا له انعدام في الحيوانات المنويه. طيب هل جالك التهاب قبل كده، لان في ناس كتيره بيبقى معروف مثلا جاله وهو صغير التهاب بتاع الغده النكافيه وامتد الالتهاب ده للخصيتين، فده بيسبب مشاكل في الخصيتين تؤدي الى انعدام الحيوانات المنويه. في ناس بنقوله هل البلوغ بتاعك تاخر ولا ما تاخرش، لان المشاكل الهرمونيه ومشاكل الغده النخاميه من الصغر بتاثر على نمو الخصيتين وعلى قدرتهم على تصنيع الحيوانات المنوية. فهو الامر في البدايه بنقدر ان احنا نعرفه عن طريق ان انا افحص المريض اكلينيكيا واخد منه تاريخ مرضي، وان انا اعمل فحوصات، لان الفحوصات هي اللي بتبين لي الامر ده. يعني لو نيجي نقول مثلا ايه الفحوصات اللي هي المفروض ان احنا بنعملها، رقم واحد ان انا لازم افحص المريض بتاعي اكلينيكيا، اشوف حجم القصيه نفسه سليم ولا ضعيف، لان هو لو الحجم قليل هبقى عارف ان القصيه دي ممكن تكون الضعف فيها، دي مش موضوع انسداد. بفحص الحبل المنوي نفسه علشان اشوف هل في دوال كبيره موجوده على القصيتين ممكن تؤدي الى انها تفقد وظيفتها في الانتاج، هل الانبوبه اللي بتنقل الحيوانات المنويه دي موجوده ولا مش موجوده، وهو ايه نطلب الصوره التلفزيونيه بتاعتنا على الخصيتين وفحوصات الهرمونات، لان هما الحاجات دي بشكل دقيق اللي بتحطني اعرف والله الحاله دي ممكن اروح ان ده انسداد، فابتدي ادور الانسداد ده مكانه فين، قابل للفك ولا مش قابل للفك، لان في ناس كتيره لو المكان ده قابل للفك بيتعمل عن طريق منظار بسيط نفك الانسداد ويخلف طبيعي. طيب الحاجة التانية والأصعب والأكثر انتشارا هي موضوع الخلل الوظيفي في الخصية، اللي هي الخصية نفسها هي اللي تبقى ضعيفة وكسلانة. هي دي بقى دي الحاله اللي احنا بنعمل لها المسح الميكروسكوبي اللي جاي نتكلم عنه. بتدخلوا على طول على المسح الميكروسكوبي ولا ممكن
تجربوا حاجات تقليديه زي اللي قلتها في المقدمه. طيب هقول لحضرتك بقى دلوقتي، انا لما بيجيني مريض خلل وظيف في الخصيه، انا بعرفه ان هرمون الاف سي اتش بتاعه عالي، حجم الخصيتين بتاعه من ضعيف الى متوسط، ماشي، ممكن كمان احيانا يبقى الخصيه نفسها حجمها كويس ولكن هرمون الاف سي اتش والال اتش بتوعه عاليين مع تحليل سائل منوي ومفيش فيه حيوانات منويه. طيب في ثلاث مدارس للطب في موضوع انعدام الحيوانات المنويه، في دكاتره تيجي تقول والله احنا هندخل نعمل مسح ميكروسكوبي للخصيه. خلينا نتفق ان فكره سحب بالابره او عينه عاديه الكلام ده كله اتلغى من الطب في حالات الخلل الوظيفي في الخصيه، دي قاعده هنحطها من الاول. يا جماعه اللي عنده خلل وظيفي في الخصيه لا يلجا للسحب بالابره ولا يلجا للعينه العاديه اللي بدون الميكروسكوب، الموضوع انتهى. وخصوصا للاسف ان ده منتشر جدا 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 في بعض الاماكن اللي فيها دكاتره ما فيش في ايديهم امكانيات، يعني الدكاتره كلها عارفين ان لازم نعمل مسح ميكروسكوبي للخصيه، من اصغرهم لاكبرهم عارفين ان دي حاله تفتيش بالميكروسكوب. تمام كده؟ تمام. طيب ولكن لما يبقى في مكان مش مجهز، مكان ما فيهوش امكانيات، مكان مش قادر يوفر الامكانيات كويسه، مش قادر يوفر ميكروسكوب متطور، فهيكون اللي في ايده انه يعمل يا اما بالابره او انه يكون يعمل تفتيش او بالتفتيش عادي، عينه عاديه. وكمان ان في ناس ما عندهمش التدريب الكافي او مش مدربين على استخدام الميكروسكوب، لان استخدام الميكروسكوب ده مهاره، ومش مدرب على عمليه التفتيش بالميكروسكوب لانه ما يقدرش، مش عارف ايه هي البؤر المنويه اللي بيدور عليها، مش عارف هو بيدور على ايه. دي عمليه معقده بتحتاج خبره، وخبره تراكميه برضو من السنين، وخبره وامكانيات، يعني خبره الدكتور عارف هو بيدور على ايه وعارف يستعمل الميكروسكوب اللي معاه. طيب حتة بقى اللي حضرتك سألتيني عليها، انتوا بتدخلوا على طول كده تعملوا تفتيش ميكروسكوبي صح؟ هي دي بقى اللي هشرحها لحضرتك. في ثلاث مدارس للطب، في مدرسة تقول والله احنا بنعمل تفتيش ميكروسكوبي على طول ما بنديش علاج، العلاج مش مفيد في الحالات دي. طيب حاجة قليلة جدا، هل نقدر نزودها؟ اكتشفوا ان فعلا مع محاولة تنشيط الخصية وعلاجها نسبة النجاح بتتحسن، وده اللي احنا بنعمله. او ده كمان اللي احنا ابتديناه، يعني احنا من اوائل الناس عالميا، يعني ما عنديش شك في الموضوع ده، عالميا اللي وضعنا فكرة ان احنا لازم نعالج حالات الخلل الوظيفي في الخصية قبل ما نلجأ للتفتيش الميكروسكوبي. عظيم. طيب احنا بنعالج ازاي بقى؟ رقم واحد ان انا بحاول اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تحسن من وظيفة الخصية. طيب انا دايما بدور هل الراجل ده عنده دوالي درجتها عالية، هل عنده خلل في الهرمونات اصلحها، هل مثلا في سمنه اقول له خس شويه، هل بيدخن اقول له وقف التدخين، هل التغذيه بتاعته مش كويسه اصلحها له. الحاجات دي كلها لما بنعالجها قبل ما ان احنا نلجا للتفتيش الميكروسكوبي، ليجي المفاجاه بقى ان عندنا في 20% من الحالات دي بتنتج حيوانات منويه في السائل المنوي ما تحتاجش ان هي تفتح الخصيه. يعني 2 من كل 10، دي نفس نسبه الناس فتحت الخصيه ولقت حيوانات منويه، فده من غير ما يعمل تفتيش جوه الخصيه او حاجه، لا ابتدت الخصيه تستجيب وتنتج، لان هي مش فكره ان دي خصيه ضعيفه خلاص مستحيل تنتج. ودي حاجه انا هذكر فيها حاله صغيره، الحاله دي معايا مثلا السنه دي. الراجل ده جاني في 2019، كان فتح الخصيه مرتين وما لقاش حيوانات منويه، ومنهم ما لقاش اصلا خلايا ام. تمام، جوه الخصيه. فلما جاني في 2019 انا قلت له والله انا ما اقدرش افتح الخصيه ولا اعمل تفتيش ميكروسكوبي، انا لازم احسن من وظيفه الخصيه، لان ايه اللي هيفرق اللي انا عملته ان انا ادور عن اللي انت عملته قبل كده. ما لازم يبقى في فرق، الفرق ده من ان انا اعالجك. فعملنا اشعه، الراجل كان مليان شويه، عملنا اشعه وجدنا دوالي درجه ثانيه، والهرمونات بتاعته الى حد ما محتاجه تظبيط، يعني محتاجه تحسين بالعلاج الدوائي. فهو ساب كلامي وما خدش بيه، وراح عمل برضه في 2021 عمل عينه ثالثه وبرضه ما فيش نتيجه. فلقيته جاي لي في اول السنه دي، قال لي بص انا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها ومش هخسر حاجه ثانيه، وشوف انت عاوز تعمل ايه. قلت له انا مش عاوز اعمل، انا عاوز افيدك بس يعني. ف
قد كان، قال لي انا جاي اعمل الدواء لي. هو جه كده قال لي بص ما فيش، احجز لي العمليه. قلت له ماشي. فسبحان الله احنا عملنا العمليه، خد علاج تنشيطي 3 شهور وانتج حيوانات منويه في السائل المنوي، وجمد حيوانات منويه ما فيش ولا تحليل عمله تحليل سائل منوي من بعد العمليه لغايه دلوقتي الا وفي حيوانات منويه جمدها. التجميد ده تم فين؟ في نفس المكان اللي فتح فيه الخصية 3 مرات قبل كده، وما كانش عمره لا حيوانات منويه، لدرجه ان دكاتره المعمل بقوا مذهولين، انت مش نفس الشخص، دي مش نفس الحاله. هو قال لهم انا اتعالجت، عملت الحاجه اللي انتم ما عملتوهاش. يعني وارد يا دكتور انه فكره انعدام يبقى فيه وفره. ايوه بالظبط كده. هحكي لحضرتك حاله ثانيه. انا عندي راجل كان من دوله شقيقه يعني. الراجل ده كان حاله، اتشخص حاله انعدام حيوانات منويه نتيجه خلل وظيفي في الخصيه، وللاسف راح لدكتور نساء قال له احنا هنعمل حقن مجهري ونفتح الخصيه يوميها، واتفق مع دكتور ذكوره بدون بقى اي ترتيبات، ما فيش علاج ما فيش حاجه. فهو الراجل راح فعلا عمل، زوجته اتنشطت، سحب البويضات، يوميها عمل عينه من الخصيه، طلع 2 حيوان منوي ضعاف. ضعاف. التخصيب ما تمش، ما كملش الحقن المجهري. جالي بعدها. الراجل انا شفته، الراجل عنده دوالي درجه ثالثه. وعنده الهرمونات بتاعته كويسه، يعني لو اتنشط بالعلاج فرصته كويسه وحجم الخصيه كويس. قلت له والله انا مش هقدر اعمل اي حاجه غير ان انا اعالج الخصيه دي الاول، ما تكلمنيش ان احنا نفتح الخصيه تاني ومستعجل بقى. بيقولوا له والله انت كمان 3 شهور نفتح ونحاول تاني. قلت له لا ما فيش فتح بعد 3 شهور، انا لازم اعالجك. لازم نتعالج. وقد كان الراجل عمل الدوالي، خد علاج 3 شهور، اول تحليل طلع فيه 2.5 مليون. بعد انعدام؟ بعد انعدام. طيب بعدها؟ بعدها قال لي طب هو انا ممكن اخلف طبيعي؟ قلت له لا ده انت طماع كده والله يعني. فقلت له ماشي احنا هنكمل ونحاول، لكن دي خلاص يعني انت انتجت حيوانات منويه، جمد واعمل حقن مجهري. قال لي طيب اصبر شويه في العلاج. صبر الراجل بصراحه، صبر في العلاج وكملنا علاج فتره كمان، وسبحان الله يعني باراده الله زوجته حملت طبيعي. طبيعي اقول طبيعي وبتحصل. بس ما اقدرش احطها قاعده، يعني انا لما مريض عندي بيجي، مريض انعدام حيوانات منويه بيجي يقول لي انا ممكن اخلف طبيعي، بقول له صعب، ما اقدرش اوعدك بيها وما اقدرش اقولها، بتحصل لكن انا ما اقدرش اذكرها. بس مش مستحيل. بالظبط. طيب هي فكرتي بقى ايه؟ او فكره طبيه دلوقتي، ان احنا لما بنعالج الخصيه بيبقى عندي 2 من كل 10 بينتجوا حيوانات منويه في السائل المنوي. طيب فرصه 8 الباقيين اللي ما انتجوش في السائل المنوي في التفتيش الميكروسكوبي بتزيد من 20% توصل ل 50%. يبقى 4 بيلاقوا حيوانات منويه. لما نحط الاربعة دول جنب الاثنين اللي انتجوا في السائل المنوي يبقى 6 بيستفيدوا من كل 10. يبقى العلاج قبل التفتيش الميكروسكوبي بيدينا نتائج متطوره في النجاح. عظيم. تمام. طيب سريعا يا دكتور، هو الميكروسكوب ده عامل ازاي؟ يعني بيكبر قد ايه؟ عرفنا عليه كده. ايوه بالظبط كده. طيب الميكروسكوبات انواع واشكال. طيب احنا طبعا عندنا بنعتمد على التقنيه الالمانيه بنوع متطور من الميكروسكوبات، التكبير بتاعه ما يقلش عن 25 درجه، يعني 25 ضعف، بحيث ان انا اشوف مثلا راس الدبوس ماشي كانه حاجه كبيره، بحيث ان انا اقدر احدد الانابيب اللي شكلها طبيعيه عن الانابيب اللي شكلها مش طبيعي، ليه؟ عشان تزيد عندي فرصه ان انا الاقي حيوانات منويه. حاجه تانية بقى، انا حضرت مريضي كويس، عملت عمليه كويسه بفريق طبي متميز. معناها ايه؟ معناها ان المزح الميكروسكوبي مش حكايه بس ان انا دكتور وشاطر، لا هي مش كده. انا لازم بيكون معايا ميكروسكوب كويس جدا اقدر اشوف بيه كويس جدا، ومعايا معمل اجنه متميز، لان انا ممكن اطلع الجزء او البقره المنويه دي بشكل صحيح، لكن معمل الاجنه اللي معايا لو ضعيف مش هيقدر يلاقي الحيوانات المنويه اللي انا طلعتها. عشان كده احنا موفرين زي ما بيقولوا كده الدايره بتاعتنا دايره مغلقه، دايره كامله، ان انا موفر معمل اجنه متميز، لانه بياخد ساعات طويله جدا جدا في ان هو يفتش جوه عينه الخصيه بميكروسكوبات عاليه جدا جدا جدا، علشان يقدر يزود فرصه النجاح ويحفظ العينه اللي احنا وجدناها بشكل قوي جدا، علشان يقدر يستعملها المريض وربنا يكرمه ان شاء الله في الحقن المجهري. كله مرتبط بكله، وكله بيعتمد على، فعشان كده انتوا عاملين الدايره المغلقه ديت، او عشان ما يحصلش اي نوع من الخطا. بالظبط. صحيح كده. احنا بنشكرك يا دكتور. شكرا. دكتور ياسين الفقي، استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. وكمان مشاهدينا بنشكركم شكرا جزيلا، ودايما خليكم معانا في صباح البلد، ونشوفكم بكره ان شاء الله.